أهلا أهلا، وصفة جديدة من وصفاتي مع قصر الأواني. راح نسوي كفتة محشية بالأجبان، وراح نستخدم فيها شواية هوم إليك من قصر الأواني. راح نبدأ أول شيء بإضافة المقادير على بعض. عندي هنا لحم غنم، ويكون فيه نسبة الدهن يعني 3/4 لحم والربع الأخير بيكون دهن. أنت استخدمي اللحم اللي أنت تفضلينه. راح أضيف له هنا بقدونس مفروم، وراح أضيف بصل ويكون مفروم مرة ناعم بهالشكل. راح أضيف فلفل أحمر، الرومي أحمر ضروري يكون أحمر، ونفس الشيء بالمحضرة الطعام خليته مفروم يعني اللي هو كأنه التقطيع الناعم. وعندي هنا ملعقتين كبار من الفلفل المشوي المهروس، سبق أني صورته لكم. الإضافتين الأخيرة بيكون الثوم المهروس، ثوم فريش مهروس مع مجموعة البهارات، راح أكتبها لكم بالكومنت، البهار العثماني والملح والبابريكا والفلفل الأسود، وراح أخلط كل هالمقادير مع بعض. دائما أقول لكم اللحوم أفضل شيء لها الفرك وخلط المواد كلها باليد أفضل شيء. راح أفرك كل المواد مع بعض وأضبط الملح والفلفل اللي فيها وأرجع لكم. منيرة وشلون نركب الشواية راح أشرحها لكم. أول صينية تبي تكون هذه الصينية اللي تحت، وممكن أنكم تقصدرونها عشان ترتاحون من غسيلها. بعدين راح نحط عليها القطعة الثانية، وعلى فكرة القطعة هذه لا تحتاج زيت ولا شيء، يعني أنا حطيت زيت فهو شيء من نفسي أنا، لكن سطح تيفال غير قابل للالتصاق. الوصلة هذه هي الوصلة الكهربائية، هي اللي تدخل بالجزئية هذه، وهي اللي نتحكم فيها هنا الأوف والأون ودرجة. حركيها، افتحيها من هنا، شايفين احنا نتحكم بدرجة الحرارة من هنا، ويجي معها طبعا غطاء بس ما راح ارفع على انه عاكس. على اي سطح انت راح تشتغلين عليه ما عندك اي مشكلة، ممكن يكون على ورق الزبدة اسهل بالنقل. ناخذ جزء من اللحمة بعد ما ضبطنا الملح والفلفل الاسود وكل انواع البهارات، وراح نفردها طبطبة باليد مثل ما انتم شايفين على شكل دائرة. الاضافات هالحين تبي تكون عندي هنا الباذنجان اللي شويته معكم على الشواية، وراح احطها بهالشكل الكميه اللي انتم تبغون. انا من عشاق الباذنجان، وبعدها يبي يكون جبنه القشقوان، وقلت لكم يا سلام لو تحصلون المدخنه، للاسف انا ما حصلت. وبعدها مباشره يبي يكون الموزاريلا بهالطريقه. الخطوه الثانيه وش بتصير عندي هنا؟ على قطعه زبده ثانيه فردت كوره لحمه نفس اللي تحت، وراح أقلبها عليها بهالشكل. ورق الزبدة هو اللي يسهل لنا كل الشغل، وراح أكبسها، وأهم شيء عندي الأطراف بهالشكل. إذا كبسنا شريحتين اللحم على بعض أكبس بهالشكل براحة اليد، أكبس بحيث أن المكونات الداخلية اللي هي الأجبان والباذنجان تمسك في بعض، والأطراف بعد تمسك في بعض. بكمل الكمية وبعدين نروح للشواية. سخنت عندي الشواية ونبدأ نشوي، والحمد لله إن شوايتنا بمطبخنا، ما عاد نحتاج نشب فحم، لازم نكشف علشان نشوي وبهالطريقة وأحلى صوت. جهزت القطعة الثانية، تبارك الرحمن حجمها كبير، يعني ياخذ لي ثنتين جنب بعض بالشكل.